القوانين هذه. هذه النقطة مهمة جدا معزوة، نقطة يعني تاريخية أنا باش نحكي لك عليها. لكن أنا يبدو لي أنه هيئة الانتخابات تفكر بعقل الرئيس، تفكر بعقل رئيس الجمهورية، لأنه كل تحفظات رئيس الجمهورية في المسارات الانتخابية الماضية في علاقة بالبطء في رصد الجرائم الانتخابية والمخالفات الانتخابية، البطء في حسم الجرائم الانتخابية والمخالفات الانتخابية، كل هذا أدخل الهيئة في مسار آخر وهو السرعة في مستوى الرصد وفي مستوى تكييف العقوبات. زعم الهيئة باش تظهر في مظهر أنه هيئة ماسكة بزمام الأمور، لكن أنا نحب نقول للهيئة راهو الخروج من المعطى الانتخابي إلى المعطى الجزائي راهو ماهوش باش يساهم في الترفيع في نسبة المقبلين على العملية الانتخابية. وأنا اللي يزيد يحيرني أكثر من هذا الكل أنه جزء كبير من الأعضاء الموجودين حاليا في هيئة الانتخابات هم أعضاء كانوا موجودين في الهيئات السابقة وما كانش يعني مردودهم بالطريقة هذه. لهنا باش نجيك أنا اللي كنت تحكي فيه أنت معز وهو تعكير الصف العام. في كتابة الدستور سنة 2014 وقت اللي كانت من 2012-2014 وقت اللي كانت المساحة مفتوحة للنقاشات العامة، الفضاء العام أيضا مفتوح على النقاشات في علاقة بمسألة الحقوق والحريات وحرية التعبير. طرحت المعطى ذي طرح بشكل مكثف جدا وهو يقول لك أنت حرية التعبير مربوطة بعدم الإضرار بالأمن القومي أو بعدم تعكير الصف العام. شكون ينجم أن يفسر لي كيفاش حرية التعبير لا تتجاوز مفهوم الصف العام أو الأمن القومي؟ يعني الحدود وين تقف بالضبط؟ يعني مقال كما هذا اللي هبط في بزنس نيوز، هل أنه يضر بالصف العام؟ يضر بالأمن القومي؟ شنو مدى علاقته بالأمن القومي إذا كان هو التحليل مبني على معطيات تقنية قانونية بفصول؟ شنو علاقته بالأمن القومي؟ شنو علاقته بالصف العام؟ لهنا مشكل كبير وتم التخلي عن المفهوم هذا لأنه مفهوم تقليدي جدا في كتابة النصوص القانونية، كان موجود في برشا دول وتم التخلي عليه، أنك تتقيد الحرية بالصف العام أو بالأمن القومي. أنا يبدو لي هيئة الانتخابات اللي هي تتحدث في جزء كبير من خطاباتهم تتحدث على عمليات أو محاولات ضرب للمسار الانتخابي، يبدو لي أن الهيئة من أكثر الأطراف اللي قاعدة تضرب في المسار الانتخابي. التردد الموجود داخل الهيئة، الكلام اللي نشوفه فيه مفارق تماما، يعني تصريحات مش كما تصريحات الرئيس، كما تصريحات نائب الرئيس، كما تصريحات الناطق الرسمي اللي قاعدة تعمل فيه في علاقة بالناخبين، واللي عملته في تغيير الرسنامة وتغيير الرسنامة وكل شيء، تغيير الدوائر الانتخابية وإعادة فتح باب الترشحات للناس اللي ترشحت وفي علاقة بك التزكيات والمشاكل اللي صارت الكل. الهيئة هي من أكثر المكونات التي تضرب العملية الانتخابية. وأنا أقول لك يعني مدى إصرار الهيئة في المواصلة هذه، وكنت أنت تحكي قبيل على أنه سياسة التقدم إلى الأمام يخلي الهيئة تضرب المسار الانتخابي بنفس القدر اللي قاعدين يضربوا فيه بعض المترشحين اللي هما يعني في التسلل تماما، خارج الكادر تماما، لا قرأوا نص الدستور، لا قرأوا القانون الانتخابي، لا يعرفوا حتى شيء. الناس تتحدث على معطيات في علاقة السلطة التنفيذية، ناس تتحدث في معطيات عامة غير قادرة أصلا على التطبيق، ناس تتحدث على معطيات بلدية. أنا سمعت واحد يعني من المترشحين يحكي على النهوض بجمعية رياضية، يا أخي هذا مهاجم ولا مترشح الانتخابات البرلمانية؟ ما عاد فاهمين حتى شيء، المسألة متداخلة جدا. هيئة الانتخابات قاعدة تظهر في المسار الانتخابي بطريقة مباشرة بطريقة غير مباشرة، المترشحين كذلك، فما برشا مشاكل في المسار هذا يبدو لي أنه لازمنا نراجعوها، والهيئة لازمها تخرج من الكادر هذا نتاع هالمعطى الجزائي. تفكرني بنصوص قانونية متخلفة جدا اللي تبدأ الكل بيعاقبوا بي يعاقبوا بي يعاقبوا بي، وكنا نكتبوا عليها برشا مقالات في علاقة بأنه راهو لا يجوز. نتحدثوا في 2022 على تكييف لمقال تكييف الجريمة متاعه بالطريقة ذيك، ونحكي عن مرسوم 54 سيء الذكر، هذا مرسوم تعيس جدا انتفضت له الناس كل، ويبدو لي أنه فما إصرار كبير على تطبيقه بالرغم أنه رئيس الجمهورية ديما يصرح ويعاود ويقول راهو لا مساس بحرية التعبير، لكن يبدو لي أنه هناك مساس كبير بحرية التعبير. يجب إيقاف المرسوم هذا، قاعدين نشوف المجتمع المدني يتحرك بشكل مكثف، يجب إما تنقيح المرسوم هذا وتغيير فصول بما فيها فصل 24 وغيره. أنت تتخيل نجموا معناها نقحوا المرسوم هذا؟ احنا تعودنا ما نعرفه، دورنا ننبهه لكن صعب جدا انه يتم تنقيحه، يبدو لي اريد له ان يكون كذلك. مشينا في الترهيب الان.